يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت في مسجد في اتجاه القبلة انحراف واضح. يقول صليت في مسجد اتجاه القبلة فيه انحراف واضح، وقام الإمام بالانحراف حسب اتجاه القبلة الصحيح، ولكن المأمومين باقون على وضعهم، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في هذا تراجع الجهة المسؤولة عن المساجد وترسل أهل الخبرة وينظرون في القبلة هل هي منحرفة أو غير منحرفة. أما كل واحد يتصرف في المساجد يقول هذه منحرفة وهذه لا، ما يجوز هذا تشكيك الناس. يذهب إلى الجهة المسؤولة عن المساجد وتحضر بأدواتها وتشوف القبلة. نعم.